محاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان External Forced Convection. المرة اللي فاتت إحنا كنا اتكلمنا على Natural Convection، تمام؟ في اللي هو الحمل أو الانتقال الحرارة بالحمل. المرة دي النهاردة إن شاء الله المحاضرة هنشتغل عبارة عن Forced Convection. Forced Convection أو الحمل القصري بعنوان بيبقى فيه حاجتين، يا إما فيه External، تمام؟ او الانترنال. يبقى احنا كده في عندنا نوعين، الاكسترنال والانترنال فورسد كونفكشن. يبقى احنا هنشتغل فورسد كونفكشن النوعين بتوعه، الانترنال والاكسترنال ان شاء الله. طيب من محاضره اونلاين عندنا الاكسترنال فورسد كونفكشن، في شويه حاجات كده لازم نتكلم عنهم الاول قبل ما نخش في الفورسد كونفكشن. لو انا عندي دلوقتي طياره بتتحرك في الهواء، الهواء الخارجي اللي هيمر عليها هيمر على جسم الطياره من الخارج وليس داخل الطياره. يبقى اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ لو انا بقول fluid flow over solid bodies frequently occurs particle practice and it's responsible for numerous physical phenomena such as drag force. يبقى الهواء اللي بيعمل عندي هنا دلوقتي بيعمل لي حاجه اسمها الدراج فورس، قوه السحب. يعني الهواء لما بيتحرك عكس الطياره، الطياره تتحرك في الاتجاه ده، تمام، والهواء بيتحرك عكسها، فايه اللي بيحصل؟ كانه بيسحب الطياره للخلف، فدي القوه اللي بنسميها الدراج فورس، تمام. وفي عندي بقى قوة تانية لو الطيارة ديت علشان لما تيجي تطير أو ترتفع إلى أعلى بتبقى حاجة اسمها قوة ليفت فورس، تمام؟ وديت بتيجي نتيجة إن أنا في عندي إيه من الأجنحة، الجناح، فده هو بيرفع الطيارة لأعلى. يبقى في عندي حاجتين، في دراج والليفت، تمام؟ طيب عندي دلوقتي الهواء ده بعتبره مائع، فلويد. طيب the flow fields and geometries for most external flow problems are too complicated to be solved analytically and thus we have to rely on correlations because on experimental data. الموضوع السريان بحيث ان انا عندي الاتجاه الفلو في والاشكال المختلفه ديت في الاكسترنال فلو، انا عندي هنا لازم احنا نكون فاهمين ان ده السريان الهواء او المائع ده بره الجسم ولا جوه الجسم. لو جوه الجسم بنسميه internal flow، زي مثلا لو انا عندي بايب والميه ماشيه جواها، ده كده يعتبر internal معايا. طيب لكن لو انا عندي بقى الهواء او المائع ماشي خارج الماسوره، ده بنسميه external معايا. طيب لو انا عندي الهواء الخارجي ده اللي ماشي، ده بنسميه external flow. المسائل اللي بالنوع دي بتبقى مسائل ما نقدرش نحلها بطريقه اناليتيكال، ماشي؟ فبالتالي بنتجه او بنعوز نشتغل على كورليشنز او المعادلات اللي بتقدر تحل لنا الموضوع ده لكل حاله منفصله عن الاخرى. طبعا المعادلات لو انا على جسم الطياره بتختلف عن المعادلات مثلا لو انا هشتغل على شكل مستطيل او على شكل اسطواني او على شكل اي حسب الجيومتري اللي انا بشتغل عليه. طيب هنا في الحاجتين دولت بنيجي نتكلم على الحاج اللي هو بقى ايه الفريكشن. قبل ما نخش بقى برضو في الهيت ترانسفير بنتكلم على الفريكشن وبنتكلم على البريشر دراج. طيب it is common experience that a body meets some resistance. لو انا عندي عربيه دلوقتي الهواء بيحركها او اسف اللي هي بتتحرك عكس اتجاه الهواء، فدي تعتبر مقاومه، تمام. وفي نفس الوقت بنعتبر ان الهواء ما بيجي يمشي على جسم العربيه وبيتحرك كده فكانه بيعمل قوه بريشر، بيضغط لاسفل عليها من فوق، تمام. وفي نفس الوقت الهواء ما بيجي يمشي على سطح العربيه كده كان الهواء عايز يسحب العربيه للخلف، فدي بنسميها اللي هي الفريكشن فورس او الدراج فورس، تمام.
طيب الفورس او القوه اللي بتمر حوالين العربيه ديت بنسميها ادراج. يبقى لازم نكون فاهمين كلمه دراج يعني ايه، وهنيجي بعد كده برضو اللي هي قوه الليفت. The components of the pressure and wall shear force in the normal direction في الاتجاه العمودي. يعني انا عندي العربيه لو كانت بالشكل ده كده معايا، انا دلوقتي في عندي pressure force او القوه العموديه معايا، لان انا السطح اهو، ولو كانت شكل العربيه بالشكل ده كده، انا لو انا بسحب العربيه للخلف يعني الهواء جاي وبيعدي من فوق الهواء كده وبيسحب العربيه للخلف، دي بنسميها ايه؟ الدراج. طيب القوه العموديه بقى او الوول شير فورس في الاتجاه العمودي، لازم يكون الاتجاه العمودي تمام، ديت بنسميها ايه بقى؟ اللي هي البريشر فورس نورمال دايركشن. دلوقتي هي عايزه ترفع او موف ذا بودي ان ذا دايركشن اند ذير سم از كولد ليفت. يبقى انا المحصله بتاعي ديت العكس، عشان بنسميها الليفت فورس. طيب نشوف انا عندي بقى في الرسم التوضيحي بالشكل ده كده بقى. يبقى انا في عندي الوول شير، انا في عندي قوه عموديه على السطح تمام، اند بريشر كونتريبيوت تو دراج اند ذا ليفت. وانا في عندي في هنا طبعا النقطه ديت الهواء لما بيجي على الجسم بيتحول بيتغير مساره، بيتحرك من فوق وبيهرب من حوالين الجسم. ففي النقطه ديت ايه؟ نقطة بتبقى قيمة الضغط أعلى من مما يمكن. وهنا في الخلف اللي بيحصل إيه؟ بيحصل الدوامات في الخلف هنا، فبتبقى منطقة نيجاتيف بريشر. يبقى أنا قدام الجسم بتاعي بوزيتيف بريشر وفي الخلف نيجاتيف بريشر. طيب لو أنا عندي البليت ده محطوط عمودي على السريان زي بالصورة اللي عندي كده دلوقتي. The drag force depend on the pressure only. لان هي دلوقتي انا في عندي دلوقتي البريشر موجود، لان القوه دي تعتبر عموديه. لكن لو الوول بتاعي محطوط بالشكل ده كده فهتبقى فيه قوه ممسيه، لكن في الحاله اللي عندنا هنا ديت مفيش اي قوه ممسيه. ففي الحاله ديت دي تعتبر سبيشال كيس. يبقى انا عندي الدراج كله معتمد على ايه؟ depends on the pressure، لان ديت قوه عموديه على السطح. And it and is independent of wall shear force since the shear stress in this case acts in the direction normal flow. لو انا عندي البليت زي ما احنا قلنا كده ديت قوة موازية للسطح فديت بنسميها الشير فورس، لكن القوة العمودية على على السطح اللي هي النورمال فورس او البريشر فورس. طيب جينا هنا عملنا الدراج. ممكن حاجه؟ اتفضل يا فندم. طب حاج، هو احنا قلنا دلوقتي ان الهواء بيعدي من فوق العربيه وبيبقى فيه هواء جاي عمودي عليها، هو ما فيش هواء بيعدي من تحت؟ بيعدي من تحت، ما هو احنا دلوقتي بنعدي من تحت، في هواء جاي من تحت من هنا والهواء لف. بص الهواء يعتبر لف على الجسم، اسف، الهواء لف حوالين جسم العربيه بالكامل من فوق ومن تحت معايا. فانا في عندي الشير فورس، الشير فورس من هنا ومن هنا، المحصله ديت بتعمل لي ادراج السحب. طيب النورمال فورس بناخد المركبه دي والمركبه دي، لو اللي هنا ده اعلى من ده هتبص تلاقي العربيه زي ما بيقولوا كده ايه، بتعوم على الطريق معايا، لانها كانها بترفعها من على سطح الارض. طيب لو المحصله الموجبه اعلى من المحصله اللي من تحت هنا هتحس باتزان في العربيه معايا، بس ده مقابل ايه؟ كانه هو بيثبتها في الارض. طيب النهارده الطياره البرنامج بتاع العربيه او للشكل بتاعها صح كده؟ نعم ده بيرجع للايروديناميك بتاع العربيه. طبعا 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 تمام. عشان كده الطياره انا يهمني القوه اللي من تحت الليفت فورس بقى ديت اللي بنسميها الليفت، اللي هي ترفع الطياره من ترفع الطياره من تحت لفوق معايا. انا مش عايز اخش في تفاصيل ايروديناميك كتير عشان ايه ما تتوهش الناس، وفي نفس الوقت هي دي بس احنا عايزين نعرف بعض المفاهيم الاساسيه، اعرف يعني ايه ليفت يعني ايه دراج. تمام شكرا لك. طيب دلوقتي بقى بيجي في ايه بقى الدراج كاركترستكس او الخواص بتاعت الدراج.
تمام، بتتمثل في ايه؟ معامل اسمه الدراج كوفيشنت السي دي. طيب السي دي ديت عباره عن ايه؟ الاف دي على نص رو في سكوير في الاريا. طيب الاف دي ديت اللي هي ايه؟ يرجعنا هنا موجود بقى، نتكلم فوق شويه كده. الاجسام الرفيعه او السلندر بوديز such as wings اللي هي مثلا لو الاجنحه والشير فورس acts nearly parallel to the flow direction. The drag force for such slender bodies is mostly due to shear force. اللي هو لو انا عندي مثلا جناح زي بتاع الطياره بالظبط كده معايا، الدراج فورس بتعتمد على كثافه الهواء، الفورس بقى اللي هي المسؤوله عن الدراج ديت اللي هي تسحب الجناح للخلف، بتعتمد على ايه بقى؟ كثافه الهواء وسرعه الستريم، سرعه الهواء تمام، والسايز والشيب اند اورينتيشن اوف ذا بودي امونج اذر وينجز. يعني الشكل الجناح ده ومجموعه البارامترز ديت كلها دي بتاثر على الاف دي. ماشي، الدراج كاركترستكس بقى نقدر نجيب منها الدراج كوفيشنت اللي هي عباره عن الفورس دراج اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها هنا ديت دراج فورس معايا، والرو في الفيلوسيتي في الاريا بتاعتنا الفيلوسيتي سكوير. طيب يبقى انا عندي الايه بقى؟ الفرونتال اريا او الاريا بروجكتد اون ا بلين. لو انا مثلا عندي بليت بالشكل ده كده وبيتحرك في الاتجاه الهواء، يبقى انا عندي الاريا المعرضه للهواء كلها الفرونتال اريا. تمام، طيب لو انا عندي فرونتال اريا اوف ا سلندر اوف دايمتر دي اند لينث ال، يبقى انا عندي الاريا بتاعي عباره عن ال في الدي. طيب فور ا بارالل فلو اوفر ا فلات بليتس اور ا ثين اير فويلز الاريا از ذا سيرفيس اريا. يبقى انا لو انا عندي بارالل فلو تمام على بيمر على فلات بليت او بليت مسطح، يبقى الاريا بتاعي اللي هي موجوده اللي هي الموجوده بتاعت السطح بتاع البليت كله اللي هو الهواء بيمر عليها كلها بالكامل. تمام، the drag coefficient is primary a function of the shape of the body but it may also depend on Reynolds number and the surface roughness. طيب الدراج بقى اللي هو قوه السحب نفسه بقى تمام، او drag coefficient تعتبر داله في الشكل الجسم، وكذلك بتعتمد على رقم رينولد. لو احنا عندنا رقم رينولد، لو احنا كنا فاكرين يا جماعه اللي هو عباره عن ايه؟ رو في دي على دكتور اتفضل بعد اذنك، بس هو الاريا ليه هنا ال اف دي؟ نعم الاريا هنا ليه ال اف دي؟ الاريا ما انا دلوقتي لو انا عندي السلندر بالشكل ده كده تمام؟ فاهم قصدي؟ تمام السلندر بتاعي ديت، لو انا جيت السلندر واقفه بالشكل ده كده، طيب الاريا بتاعي عباره عن ايه بقى؟ كان انا قطعت السلندر ديت وفردتها وبقت كلها مستطيل معايا، فالعرض ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الدايمتر بتاعي مظبوط، والال اللي هو الارتفاع كان المستطيل ده. يعني انا عندي السلندر لما اجي ابص له من الجنب من هنا شايف ايه؟ شايف الارتفاع، وعرض السلندر بتاعي اللي هو الدايمتر مظبوط. احنا ما كناش بناخده كده في اللي فات، يعني في الكام محاضره اللي فات ما كناش بناخده كده. لا خلينا بس خلينا دقيقه واحده، انا ما جبتش، انا لسه انا بتكلم على الايروداينامكس، احنا لسه ما دخلناش في الهيت ترانسفير. دكتور لما عاوز معامل السحب اكتب ال ال دي. نعم لما عاوز معامل السحب اللي هو الدراج ده، ايوه اكتب في الاريا دي ال. تمام مظبوط، ال دي. ايوه تمام معايا. ما انت حضرتك انت هل انت دلوقتي متخيل انا دلوقتي عندي سلندر انت باصص لها من الاتجاه ده كده، فانا عايز اجيب المساحه المعرضه للهواء بيجي يلف حواليها كلها معايا، كان انا بالظبط واقف ببص عندي شكل مستطيل بالشكل ده كده. فاهم قصدي يا جماعه؟ تاني يا شباب، انا عندي سلندر العرض بتاعها ايه؟ لو انا عايز اجيب المساحه، مش المساحه الجانبيه،
المساحة الإسقاط بتاعي، العرض بتاعي يا جماعة مش الديامتر، تمام؟ في الارتفاع اللي هو ال L، يبقى أنا كأن أنا جبت مساحة المستطيل اللي أنا ببص له ده كده. ماشي؟ نكمل بقى. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي، إحنا اتكلمنا فيه، عندي الفراكشن دراج وفي عندي البريشر دراج. يبقى لو أنا عندي الدراج الكلي عبارة عن الكوفيشنت اوف دراج للفريكشن والكوفيشنت اوف دراج للبريشر. طيب في الحاله الثانيه، الحاله الخاصه اللي احنا ما قلنا ان الجسم عمودي على السطح، تمام، فما كانش فيه عندي الدراج كوفيشنت او اسف الكوفيشنت اوف دراج ديو تو فريكشن، اتفضل عندي الكوفيشنت اوف دراج ديو تو بريشر فقط لا غير، يبقى السي دي بيساوي السي دي للبريشر فقط لا غير. طيب بس ديت كده ايه، حاله خاصه لو انا ما عنديش للفراكشن. طيب the drag force is a net force exerted by a fluid. دكتور في حد عايز يخش الميتنج؟ طيب دي احنا كنا قفلنا عشان بس نعرف نركز. يعمل لينك، يعمل دخول تاني لو سمحتم. في ناس يا جماعة بتطلع وبتدخل تاني، فعشان بس ما نضيعش وقت المحاضرة لو سمحتم. يا دكتور النت في آخر الشهر فبيقفل ويدخلنا على طول. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني النت عندنا مش ثابت. عند مصر كلها والله، مش أنت لوحدك. أوكي. طيب. كده الناس سمعانا يا جماعة، كله تمام؟ دكتور لو سمحت. اتفضل. هو مش اللي هي الحته بتاعت ان احنا نجيب مساحه الاسطوانه لما نفردها، مش هي احنا عندنا يبقى العرض مش دي بس، هيبقى باي دي، لان احنا بنجيب محيط الدايره. لا مش انا ما اتكلمتش على المحيط، انا بتكلم على مساحه الاسقاط فقط لا غير. ما انا فاهمه حضرتك، قلت ان احنا كاننا فردنا الاسطوانه، فلما نفردها تبقى كان الدايره اتفردت. لا انا بتكلم دلوقتي الاسقاط، انا ما قلتش ان انا هقطعها وافردها في الحاله بتاعتنا. احنا بنتكلم الناس اللي هي كانت بتتكلم المساحة الكلية أو المساحة الجانبية كلها. لا أنا قصدي، لو ممكن أكون أنا غلط أو أنتوا فهمتوني غلط، أنا قصدي مساحة الإسقاط. تمام؟ دكتور اتفضل. لو سمحت، طيب الجزء المعرض للهواء، لو إحنا عندنا دلوقتي جسم مستطيل مقاومته للهواء تختلف لو شكل دائري. تمام. إحنا حسبنا إن الجسم المقابل للهواء في الأسطوانة حسبناه على انه مستطيل. طيب مش كده هيبقى فيه فرق في مقاومه الهواء اصلا دلوقتي؟ في هقول لحضرتك على حاجه، في عندك حاجتين، في عندك النورمال فورس وفي الدراج فورس. ما الدراج هتكمل بقى معاك، لكن لو مستطيل بس وواقف بزاويه عمودي على اتجاه السريان بالكامل، فكل الفورس الموجوده نورمال. تمام، ده اللي هيرجعنا للحاله اللي هي من الحاله اللي بالشكل ده كده. الحاله ديت عندي بس نورمال فورس. طيب لو انا عندي البليت بالشكل ده كده، الهواء ما هيجي فهيتعمل مركبتين، كان انا وقفت خدت فيه جزء كده، وطبعا الهواء هيتحرك كده. مظبوط؟ مظبوط. تمام، فاللي هيتحرك في الاتجاه العمودي على السطح ده نورمال، والقوه المماسيه ديت اسمها ايه؟ شير. فانا بقى في عندي مركبتين، الشير فورس والنورمال فورس. تمام. حتى هنا بيتكلم دلوقتي the part that is due to directly to pressure. لو انا عندي جزء معرض للبريشر او عمودي فقط للبريشر فورس، تمام، بنسميها البريشر دراج. It's called the form drag because
of its strong dependence on the form of shape the body. When the friction and the pressure, يبقى أنا في عندي حاجتين, the friction and pressure drag coefficient are available. لو الاثنين متاحين مش شرط احنا يعني كل حالة ونقدر نتعامل معها على حدة. The total drag coefficient is determined by simply adding them. يبقى coefficient of drag CD will CB. Type. The friction drag is component of a fall shear force in the direction of the flow. The friction drag نرجع تاني كنا فين سوري the friction drag تمام is the component of a wall shear force in the direction of the flow. يبقى خلي بالك يا جماعة لو سمحتم انا هتطرق في الميتنج تاني عشان اللبخة اللي احنا فيها ديت يعني كل شوية يعني كل شوية بتظهر لي شاشة بتخلي الواحد الناس اللي بتدخل كنا بنقول ايه the friction drag is the component of a wall shear force in the direction of flow. يبقى انا عندي ال wall shear القوة الشير في موازية لاتجاه السريان and thus it depends on the orientation of the body as well as magnitude of wall shear وبنسميها ال wall shear stress تمام طيب The friction drag is zero for a surface normal to flow. طب لو انا عندي السطح عمودي احنا كان هنا كده السطح موازي ففي عندي wall shear. طيب لكن امتى بقى ال friction drag بتبقى بزيرو؟ لو السطح عمودي على السريان normal to flow عندي ايه بقى؟ وتبقى اقصى قيمه وتبقى and maximum for a surface parallel. لو السطح موازي للسريان يبقى ال wall shear هنا maximum value. Since the friction drag in this case equal to the total shear force on the surface. طب لو انا بقى عندي السطح بزاوية ميل معايا فبناخد المركبتين. ماشي? يبقى انا عندي هنا ايه يا جماعة? لو انا عندي normal to the flow او عمودية على السطح يبقى ديت القيمة بتاعتها بكام? الوول شير مفيش حاجة بموازية هنا. فبتبقى ايه بزيرو يبقى ديت ايه اقل قيمه لما يكون عمودي على السريان طيب for parallel flow over a flat plate the drag coefficient is equal to the friction drag coefficient لو انا عندي بقى لو انا عندي البارالل فلو موازيه زي ما احنا بنتكلم هنا كده يبقى انا عندي coefficient of drag في الحاله ديت هو فقط لا غير due to friction due to نتيجه الاحتكاك فقط لا غير وبنسميها السي دي عباره عن السي اف فقط لا غير يبقى انا لو رجعت هنا للصفحه اللي فاتت انا عندي نوعين بقى من الدراج كوفيشنت اوف دراج ديو تو فريكشن وديو تو بريشر ديو تو فريكشن لو هو موازي لي بريشر لو اللي هو عمودي عليه طيب لو انا ما عنديش القوه السريان بتاعي موازي للبليت فده اللي موجود وده مهمل طيب لكن لو انا عندي بقى السطح عمودي فانا ما عنديش فريكشن واللي موجود عندي ديو تو بريشر معلش يا دكتور ممكن تعيدهم تاني كده تمام تعيدهم باختصار يعني طيب خليكم بقى عشان احنا قدامنا بالظبط خمس دقايق لما هنخلص هننهي الميتنج ده ونعمل ميتنج تاني تاني يا جماعه coefficient of drag معامل السحب تمام بيكون له سببين يا اما نتيجه الاحتكاك يا اما نتيجه البريشر لو انا عندي البليت عمودي على اتجاه السريان ولو انا عندي البليت موازي لاتجاه السريان. طيب الحاله العاديه ممكن يكون البليت بزاويه كده، طب يكون بيجي وباخد المركبه بتاعي بالشكل ايه؟ لو انا هاخد كده وكده تمام؟ فانا بحلل فبيكون الحالتين دولت ايه؟ عندي هما اللي موجودين. طب انا لو في الحاله ديت الايه لو انا هاخد سبيشال كيس هقول ان هو عمودي على السريان فانا ما عنديش اي احتكاك ويبقى شغال ايه coefficient of drag
due to pressure فقط لا غير. طيب لكن لو في الحالة ديت بقى coefficient of drag في الحالة ديت هو في قوة عمودي؟ لا مفيش، لأنها السريان ماشي موازي للسطح بتاعي، فالموازي للسطح بتاعي فهنهمل البريشر وهيبقى ايه؟ الفراكشن بتاعي هو اللي موجود. يبقى هنا الكوفيشنت اوف دراج كله نتيجة الاحتكاك، يبقى الكوفيشنت اوف دراج كله نتيجة الايه؟ الفريكشن. تمام؟ نيجي زي كده مثلا نشوف برضو زي بالشكل ده كده، عندي مقطع دائري والسريان بيجي حواليه وبيمشي بالشكل ده كده. لو نلاحظ في النقطة هنا ديت أعلى قيمة للضغط، وفي الخلف هنا أقل قيمة للضغط اللي هي إيه؟ بنسميها الويك ريجن. The pressure drag is proportional to frontal area، بيتناسب مع المساحة الأمامية. And to the difference between the pressure action on the front and back of immersed body. أنا دلوقتي بقى البريشر دراج نتيجة البريشر، احنا قلنا ايه؟ عمودي على السطح، المساحة الأمامية ديت هنا كده في قيمة موجبة وهنا قيمة سالبة، فالقيمة المحصلة أو القيمة النت بتاعي الفرق ما بين القيمة هنا والقيمة في المنطقة ديت. فأنا يهمني إن أنا نقط الدوامات الخلفية الويك ريجون ديت تكون أقل ما يمكن، بحيث مثلا لو هنفترض إن أنا هنا ناقص 3 وهنا زائد 5، يبقى الدلتا بي تمام يبقى بتساوي زائد 5 ناقص 3، يبقى النت بتاعي بقى كام؟ بقى كام يا شباب؟ بقى زائد 2. فانا يهمني ديت اخليها على اقل قيمه، مثلا لو انا خليت ديت غيرت الجيومتري بحيث ان الويك ريجن بقت قيمتها بقت نيجاتيف 1 مثلا، يبقى انا هنقول الدلتا بي بتساوي زائد 5 زائد 5 ناقص 1 بقت ايه؟ زائد 4. فانا عشان كده يهمنا ان احنا الدوامات اللي ورا ديت تبقى قيمتها قليله جدا. طيب when fluid spreads from a body it forms a separated region between the body and the fluid stream. This low pressure region behind the body where the recirculating and backflow occurs in the cold separated region. The large the separated region the large pressure drag. كل ما separated region زادت كل ما drag the pressure drag. The separated region comes to an end when the flow to flow stream reached reattach. Therefore the separated region is an enclosed volume whereas the wake keeps growing behind the body until the fluid in the wake region regains its velocity and the velocity profile because nearly flat again. ده الكلام ده يعني ايه يا جماعه؟ لو انا هاجي مثلا انا عندي السريان بتاعي بالشكل ده كده الستريم، يهمني ان الستريم ده جه دلوقتي حصل ايه؟ لقى في جدار قدامه هنا كده فاتحرك حواليه ورجع تاني، فابتدى يحصل هنا دوامات، فالمنطقه ديت كلها منطقه اضطرابات. يهمني ان الستريم بقى يرجع تاني ياخد نفس الشكل، يعني كل المنطقه دي بتبقى اضطرابات، بيجي بقى يبتدي يرجع تاني. مثلا لو انا جايب نفس السرعه ديت في المنطقه ديت مثلا وليكن 5 متر على الثانيه، كل المنطقه ديت هيبقى فيها دوامات لحد ما يبعد شويه ويرجع تاني يكمل بعد كده حوالين الجسم. ممكن كل المنطقه ديت طبعا دوامات، تبتدي بقى ايه يحصل هنا ايه؟ سرعته تبتدي تتعدل تاني لحد ما يجي هنا ويكتسب نفس السرعه اللي هو جاي ايه؟ كان جاي بيها قبل وبعد. هو ده اللي كان قصده، انها بحيث ان منطقه الدوامات ديت بتاثر على السرعه وترجع تاني فلات بعد كده بفتره معينه. الجزء ده يا جماعه حد كده دلوقتي، الجزء اللي فات احنا كنا بنتكلم بس على شويه ايروداينامكس بمنظور عام. هننهي الفيديو ونشتغل في الفيديو الجديد اللي هو بيخش بقى على ايه؟ بناخد الجزء بتاعنا اللي هو الهيت ترانسفير.